جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: لقد قطعت عهدا بيني وبين الله، إن شفاني ربي من مرض كنت أعاني منه وما زلت أعاني، ولكن بعض الشيء، بأن أصوم 6 أيام. ماذا أفعل؟ هل أصوم هذه الأيام علما بأنني لم أحلف؟ إذا شفاك الله فإنه يجب عليك الوفاء بالنذر، لأن هذا نذر معلق، فإذا حصل الشفاء وجب عليك الوفاء بهذا النذر.